بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الكذب والقش عند الطيور. قام العلماء بالعديد من التجارب ودهشوا عندما علموا أن الطيور تكذب مثل البشر تماما، مثل البشر تماما. فالطيور تكذب من أجل الحصول على طعامها، قد تكذب وتقش الأنثى لتجذبها إليها. والعجيب أن القرآن كتاب أشار إلى هذه الحقيقة العلمية في سياق الحديث عن الهدهد في قصة سيدنا سليمان مع بلقيس، فقد أعطى الله القدرة لسيدنا سليمان فكان يفهم لغة الطيور ويخاطبهم. عندما تأخر طائر الهدهد وجاء فأخبر الملك سليمان أنه وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله، قال له سليمان في القرآن الكريم، قال: سننتظر، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ سورة النمل آية 27. هذه الآية تدل على أن الطيور تصدق وتكذب، وهذا ما كشفه العلماء حديثا جدا، والله أعلم.